مرحبا واهلا وسهلا فيكم والسلام للجميع. اليوم حاب احكي لكم عن شغله اللي هي الاعياد في كندا. الاعياد في كندا مش كثيره لكن مهم انك تعرفها امتى، فخليكم معنا بعد الرابط عشان تعرفوا امتى الناس حتعطل. هذا الفيديو برعايه مكتب عمرو لخدمات الهجره. مكتب عمرو لخدمات الهجرة مرخص من قبل الحكومة الكندية ومختصون بجميع قضايا الهجرة والزيارات إلى كندا. طيب، العيد الأول اللي هو عيد رأس السنة اللي هو 1 يناير. 1 يناير هو هذا اليوم اللي بعطلوا فيه. 31 ديسمبر الناس بتشتغل عادة نص نهار، بس 1 يناير أول يوم في رأس السنة بيشتغلوا عادي، بعطلوا سوري، بتكون يوم عطلة رسمية. الآن العطلة الثانية اللي هو بسموها Good Friday و Easter Monday، هدول اليومين بيجوا تقريبا بشهر 3 و 4، بتغيروا من سنة لسنة، اللي هو عيد الفصح وعيد اللي بجمعوا فيه بيض. طيب، العطلة الثالثة اللي هي Victoria Day عادة بتكون اليوم الاثنين اللي قبل 24 مايو اللي هو عيد الملكة فيكتوريا، يوم الاثنين اللي بصادف قبل 24 مايو، فهو بيختلف من سنة لسنة. عندنا كندا داي اللي هو 1/7 و1 جولاي، هذا ثابت كندا داي بسموه، اللي هو عيد الوطني الكندي، اليوم الاتحاد الكندي. عندنا في سيفيك داي او اليوم المجتمعي بيكون اول ماندي، اول يوم اثنين في شهر اغسطس الثامن، اول ماندي في اغسطس. الليبر داي اول ماندي في سبتمبر، الليبر داي اول ماندي في سبتمبر، وعادة المدارس تبدا بعده. اول ماندي في سبتمبر ليبر داي او عيد العمال. ثانكس جيفينج اللي هو ثاني ماندي او ثاني يوم اثنين في اكتوبر، سكند ماندي ان اكتوبر. بعدين بيجي لك الريممبرنس داي او يوم الذكرى اللي هو يوم انتهاء الحرب العالميه الاولى، اللي هو في 11 نوفمبر. بعدين بيجينا الكريسماس داي، عيد يوم الكريسماس اللي هو ديسمبر 25، مش 24، اجين 24 الناس تشتغل نص نهار، 25 ديسمبر. واليوم اللي بعده اسمه بوكسينج داي 26 ديسمبر، هذا الناس بتروح بتشتري شغلات كثير لانه بكون في تنزيلات كثير، بوكسينج داي. فهاي الاعياد، بعدين بيجي بعديها راس السنه. حبيت اشارككم اياها وان شاء الله نراكم في حلقه ثانيه. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.